طيب نبدأ بتشكيل الفريقين. تشكيل النادي الأهلي: محمد الشناوي لحراسة المرمى، محمد هاني ظهير أيمن، علي معلول ظهير أيسر، وقلبي الدفاع محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم. ثنائي خط الوسط الدفاعي أليو ديانج وحمدي فتحي، ورباعي المقدمة محمد مجدي، برونو سافيو، حسين الشحات وشادي حسين. مرة تانية: محمد الشناوي لحراسة المرمى، رباعي خط الظهر محمد هاني ظهير أيمن، علي معلول ظهير أيسر، قلبي الدفاع محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم، ثنائي خط الوسط الدفاعي أليو ديانج حمدي فتحي، ورباعي المقدمة محمد مجدي، برونو سافيو، حسين الشحات وشادي حسين. بدلاء النادي الأهلي النهاردة: علي لطفي لحراسة المرمى، رامي ربيعة، عمرو السولية، محمد شريف، كريم فؤاد، رأفت خليل، محمد فخري، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد أشرف.